القصه بتاعته كلها ان ساحر جه يبحث عن اثار، حضر جن، ولما حضر الجن اللي موجود طلع اقوى منه، جري وساب المكان ما صرفش. فالجن بيجري في البلد، قريه صغيره، الجن بيجري فيها وقاعد بيشعل النيران في المنازل. شغل بدايه القلق جاي من المنطقه ديت، علشان كان الساحر اللي جه يكشف على الاثار جه هنا، ايوه، وجاي يشتغل بنجاسه في ريحه الجامع، في ريحه الجامع ده. فهو دي بدايه الشغل، كان في المكان ده كده. نشوف الحته شكلها عامل ازاي اساسا. لا دي مش مشكله، الشكل هو كان في بدايه شغله كان هنا. بنجاسه بدايه شغله كان بالليل ولا بالنهار؟ لا بالليل. غريب من بره؟ غريب، ومعاه ناس من هنا.